راح بحضراتكم في الفقرة الثانية اللي نوهنا عنها في بداية الحلقة، اللي هنتكلم عن السينما والرياضة محليا وعالميا فيها، وهنشوف ازاي الافلام قدرت ان هي تتناول مفهوم الكرة او الرياضة بشكل عام، وده اكيد مع ضيفنا اللي هنرحب بيه الناقد رامي المتولي. صباح الخير. صباح الفل. اهلا استاذ رامي. اهلا بحضرتك. منور الدنيا. بنورك. الموضوع اللي هنتكلم معاك عنه النهاردة موضوع لطيف جدا، فكرة كرة القدم في السينما ولاعيبة الكورة في السينما، سواء كشخصية درامية او فعلا لاعب سابق، او في بعض الاحيان كان بيبقى لاعب حالي وقتها وبرضه بيبقى له بعض المشاركات السينمائيه. يا اخي كل الافلام كوم. انا بالنسبه لي بصفه شخصيه انا راجل عظمه كبيره، لا انا بقى راجل عظمه كبيره، وحضرت فيلم 4-2-4 في السينما. انا كنت مش فاكر اعدادي بقى ولا سنه ولا ايه، بس حضرته في السينما فيلم ولا اجمل. صحيح. فدايما دايما كره القدم لما بتدخل دراميا في سياق عمل سينمائي بنشوفها دايما في اطار كوميدي الى حد ما. ليه؟ اشمعنى؟ اعتقد علشان دايما الكوميديا بتحتاج مواقف، يعني انت بتبقى بتعتمد بشكل رئيسي على الموقف، والموقف ده بيعمل مفارقات لما بتحط ضدين قصاد بعض. طبعا. خلال الضدين دول بتطلع كوميديا وبيطلع ضحك. فاعتقد دايما حاله التنافس والصراعات والتفاصيل اللي بتبقى جوه رياضه كره القدم بتبقى عامل رئيسي ان يبقى فيه كوميديا، وطبعا ليها استخدامات دراميه كتير. أكيد. يعني في افلام كتير، لكن اعتقد الاستخدامات الابرز بتبقى كوميديه. لا، وحتى لو حتى لو استخدمت بشكل بحت زي ما حصل فيلم 4-2-4 صريخ ضحك جدا جدا، لان هي فعلا في تفاصيل كتير جدا يقدر الصانع سواء الكاتب او المخرج يبني عليها موقف وموقف مضاد، ومن خلال التضاد ده بيطلع كوميديا. زي مثلا بنشوف، بما ان حضرتك ذكرت الفيلم ده، حارس مرمى وزنه تقيل فما بيقدرش يصد الكوره. شفت نجاح الموجي وهو بيكتب الكوره مثلا، سمير غانم وهو بيرقص. لا لا، فيلم هيستيريا يا جماعه. طبعا. فهي الفكره كلها ان المواقف هي اللي بتطلع الكوميديا. جميل. طيب خلينا نتكلم اكتر، لان يعني يا رب ولد ده برضه كان حلو جدا. فيعني نجوم الكرة المصرية كتير شاركوا في أفلام، يعني وكان ليهم جمهور كتير وقتها، ويمكن كمان كابتن شريف عبد المنع من الناس اللي كانت شاركت قبل كده كتير. فأنت رأيك إيه برضو يا رامي في تواجدهم في الدراما والسينما المصرية؟ أضافوا لنفسهم ولا أضافوا للسينما، ولا إزاي الجمهور كان بيستقبلها؟ خلينا يعني على درجات طبعا. يعني في ناس توظفت صح جدا، زي كابتن صالح سليم. طبعا. يعني لو هتكلم على اكرامي، يعني اكرامي مثلا، كابتن اكرامي كان نقدر نقول ان هو لوش وله ابتسامه وله قبول، كان الجمهور بيقبله بشكل كبير جدا في الادوار الكوميديه اللي علمت في اكتر من فيلم. طبعًا. يعني في مشهد ايكودي مع كريمه مختار لما كان وشه مشحم وبيقول شوفي جوزك عمل فيها ايه وهي ما عرفتوش. يعني ده واحد من الـ من الـ من الافلام اللي نقدر نقول فيها مواقف كوميديه. او صحيح. احنا بتوع الاسعاف، يعني برضو كان طالع في احنا بتوع الاسعاف مع سمير غانم وامين الهنيدي، وكانت شخصيته برضو فيها خفه دم وشقاوه كده مقبوله. على الجانب الثاني كابتن صالح سليم طبعا بدورين نقدر نقول في فيلمين من اهم الافلام في صحيح. السينما المصريه، الباب المفتوح والشموع السوداء. طبعا صراحة. نقدر نقول ان هنا كان يعني الاستاذ صالح سليم، كابتن صالح سليم كان اداؤه اداء نقدر نقول ان هو احترافي جدا. صح. كان في الشموع السوداء كان اداؤه طبعًا. عالمي فعليا، اداؤه يعني. فعلا كان احترافي جدا حتى بمقاييس المرحله دي وما بعدها، يعني في ان هو يقدر يطلع الشخصيه دي بالجديه دي بكل حاله الشجن والابعاد النفسيه اللي جواها. صحيح. بسبب المواقف اللي حصلت كتير جدا. ونقدر نقول كمان إن كمان في الباب المفتوح قدر يطلع شخصيه السائر الوقور اللي بيدعو للحريه وبيفتح مجال لحريه المراه حسب ما كان الفيلم طبعا راسم الشخصيه. في السياق الدرامي بتاعه دلوقتي كلمات من الفيلم ده اللي كان بيقولها الفاتن حمامه بتتعرض يعني على السوشيال ميديا. فهي الفكره ان شخصيه صالح سليم في فيلم الباب المفتوح تحديدا هو كان الباب المفتوح للشخصيه اللي كانت بتعاني من القهر طول الوقت، وكان هو المجال اللي هي تقدر تنطلق منه لرحاب اكبر بتخدم فيها الدوله. يعني كانت بالتالي برضو عايزين نرجع للسؤال بتاع نهاوند ده، فعلا سؤال نميس. يعني فكره يعني لما شفنا نجوم كره القدم بيشاركوا في اعمال سينمائيه، هل فعلا ده اضاف لهم هم في حياتهم ولا وجودهم اضاف للسينما؟
بين بين برضو يعني اقدر ما اقدرش اقول ان بشكل دائم ان هم استفادوا, وما اقدرش اقول بشكل دائم ان السينما اللي عشان هنا مش كلهم كانوا على نفس درجات النجاح يعني الكابتن عادل هيكل اعتقد ان وجوده كان في مثلا في اشاعه حب نقدر نقول ان هو مش ممثل محترف او ان هو ما عملش اداء تمثيلي عظيم مقارنه مثلا باكرامي او صالح سليم, بس لكن بالظبط يعني احنا قدرنا ان احنا نوظف شهرته. يعني الفيلم استفاد هنا من شهرة عادل هيكل داخل الفيلم رغم ان هو ما كانش ممثل محترف, وهو استفاد من وجوده مع هندرست بالظبط دي حقيقة. فالفكرة هنا ان دايما بتبقى فيه علاقة نقدر نقول عليها تبادلية, لان احنا بنتكلم هنا عن نقدر نقول اكبر صناعتين ترفيه في العالم مش بس في مصر. يعني نقدر نتكلم على السينما ما نقدرش نفصلها على الرغم من المتعه او اللي هي بتقدمه لنا كوسيله تسليه, ما نقدرش نفصلها على الصناعه وان هي جزء كبير جدا من نقدر نقول دوره راس المال اقتصاديا بتبقى في الصناعه, ونفس الحال في كره القدم. يعني ما نقدرش نفصل فكره ان في موارد اقتصاديه بتطلع والقطاع كبير جدا من العاملين في الصناعه بشكل مختلف سواء في السينما او كره القدم. ففي نقدر نقول تزاوج اقتصادي وفني دايما ما بين الكره وما بين السينما. طبعا. حتى لما بيلتقوا مع بعض بيبقى في تواصل كبير جدا. طب خد بقى السؤال النميس ده بجد. ايوه شوف اللي جاي ده بصراحه بقى, مين من لعيبه الكوره الحاليين انت شايفه بنظرتك يقدر يكون فنان وينجح, يعني يقدر يمثل وينجح كشكل وك ما انا هقول حقيقة حاجه, انا مشكلتي ان انا ماليش في الكوره, يعني ماليش في الكوره خالص, فانا فعليا ما اعرفهمش. ما تعرفش اللعيبه والله ابدا. انا بس يعني انا بستمتع اكتر إيه لما بشوف اصدقائي من الاهليه والزمالكاويه بيقعدوا ويهزروا يعني مع بعض. مين من اللعيبه تعرف مين مثلا عامه, مش لازم في الاهلي بس, عامه اللعيبه تعرف؟ والله ما اعرف. رامي انت بتحاول تخبي تهرب من السؤال؟ والله ابدا مش معقول. يعني انا اعرف طبعا صالح سليم بحكم ان هو كان بيمثل وانا بحبه. ما تعرفش محمد الشناوي, ما تعرفش احمد حسن, ما تعرفش محمد بركات. الشناوي الجول كيبر. الله صل على النبي. الله صل على النبي. اجابه صحيحه يا سلام. دي صدمه. طيب ماشي, اجابه صحيحه. طيب عديها لك يا رامي. والله فعلا والله ما اعرف. ادائك اداء النجم الكبير الراحل نور الشريف لشخصيه شحاته ابو كف, وده برضو من الادوار الجميله اللي في المشوار وكان رهيب. شفت ازاي يعني فكره ان طبعا سيبك ان هو كمان كان عنده خلفيه كرويه في وقت سابق يعني, فده برضو كان وضع استثنائي, لكن بشكل عام لما بنشوف لعيب كوره بيجسد شخصيه لعيب كوره في فيلم او شخصيه دراميه مختلفه بيمشي الحال, لكن مش كل الناس يقدروا اللي هم الغير كرويين يلعبوا الشخصيه دي باقتدار. فيمكن النموذج الاشهر في هذا الاطار كان شخصيه شحاته ابو كف. كفو بالظبط. شفتها دراميا عامله ازاي؟ هي طبعا يعني بتمثل جزء كبير جدا من نقدر نقول عليه صوره المصري المصري عموما اللي بيبقى جاي من الاقاليم, هو جزء من مناقشه فكره الهجره الداخليه وجزء من تاثير المدينه على الريف والصعيد عموما يعني, او التاثير المتبادل ما بين الاثنين. طبعا نور الشريف واحد من اهم ممثلين مصر, يعني واحد من الناس اللي بارعه جدا في رسم تفاصيل الشخصيه. صحيح. وفي ان هو بيبقى مذاكر كل شخصيه وعامل لها نقدر نقول اجنده خاصه بيها. طبعا. بيطلع كل التفاصيل دي على الشاشه, وده جزء من نجاح شخصيه شحاته ابو كف من خلال قرايته للتاريخ الشخصيه دي اللي ما بيظهرش في الفيلم. طبعا. يعني احنا بنشوف شحاته ابو كف في حاجه ما بيوصل بالظبط. فكل الخلفيات الثقافيه والتربويه والاجتماعيه لشخصيه شحاته ابو كف قدر نور الشريف يحطها في الشخصيه. صحيح. ده في الشق الاجتماعي. في الشق الرياضي بقى علشان هو طبعا مشجع للزمالك, نقدر نقول ان جزء كبير من معرفته بلعبه كره القدم وتفاصيل اللعبه دي قدر يضيف جزء وبعد رياضي اخر على الشخصية للمشاهد. لو ما كانش هو فان للعبه او فان لكره القدم ما كانتش الشخصيه هتطلع بالثراء ده, زي السؤال اللي سالتوني نهواند وانا مش عارف اي حاجه. مش مصدقه ازاي يعني؟ لا والله فعلا. احنا نطلع فاصل نعرفك من خلاله اللعيبه ونوريك صوره كل واحد.
واحد منهم ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. يعني استاذ رامي، هو زي ما التقرير كده كمان عرض ممثلين كتير جدا عملوا بقى هنا، لو هنعكس عملوا دور لاعب كره القدم، منهم مثلا يوسف الشريف شفنا في فيلم العالمي، في احمد زكي يعني كتير، وحتى عادل امام في الحريف برضو الفيلم ده كان بالزبط. ناجح قوي وقت ما نزل. فبرضو انعكاسات ده بيكون حلو على قصة أو شخصية لاعب الكرة. يعني هل مثلا الأفلام اللي زي كده بتحبب أكتر المجتمع أو الشباب في لعيبة الكرة؟ هل ليهم يعني زي ما بيقولوا كده صدى إيجابي على لاعب الكرة نفسه؟ ما اعتقدش ان هي ممكن تكون كده. اعتقد ان علشان شعبيه لعبه كره القدم عالميا، فالعكس بقى اللي هي تعكس تعمل يعني السينما بتستغلها أكثر. لان السينما عاده بتستغل الـ الـ الحاجه المنتشره او الظاهره الابرز في حياه البشر كلهم. لذلك هتلاقي ان دايما لما بيحصل حدث رئيسي او حدث مهم في التاريخ او في العالم عموما، بتلاقي السينما بتركز عليه، ظاهره اجتماعيه بيتم التركيز عليها. زي بما ان حضرتك ذكرت الحريف، هنذكر فكره اللعيبه اللي بيلعبوا كره شراب في الساحات الشعبيه، وازاي بيتنقلوا ان هم بعضهم بيتنقل ان هو يكون لعيب محترف او لعيب مشهور بياخد فلوس، لكن في جزء بيلعب بيظل في الظل، بيظل شهرته في الساحه الشعبيه دي. فاحنا محمد خان نقل لنا، مخرج الفيلم نقل لنا العالم ده وعالم المراهنات اللي نقدر نقول صحيح. بمبالغ قليلة والتفاصيل المتعلقة بشخصية الحريف وشخصية الصاعد الجديد اللي كان بيقدمه النجم الراحل عبد الله محمود، وازاي الأماكن بتتبدل، ان في لعيب كرة شراب شاب عنده حيوية أكتر وعنده قوة أكتر بيزيح النجم المشهور في الساحة الشعبية دي. فدي ظاهرة اجتماعية في فنان لاحظها ورصدها في منطقة شعبية وألقى الضوء عليها، وبالتالي هي فضلت مستمرة ونقدر نقول متجددة في أذهان المشاهدين كلهم. بس خلي بالك برضو يعني لو ركزنا كده هنلاقي طبعا احنا متفقين على ان يعني كرة القدم هي يعني ذات الشعبية رقم واحد عالمية، ومع هذا لو ركزت هتلاقي ان السينما المصرية لوحدها يعني استغلت ده يمكن اكتر من هوليوود وبوليوود شخصيا، اللي هم اباطره صناعه السينما. ما شفناش كتير افلام، في طبعا بس قله قليله من الاعمال اللي كانت معتمده على سياق درامي على كره القدم، سواء من خلال شخصيه لاعب او من خلال الرياضه نفسها. هي فليه؟ عشان الرياضه دي في امريكا مش منتشره اصلا. بالظبط يعني انا هقول حاجه الجزئيه دي، يعني احنا نلاقي في انجلترا افلام اكتر، لان انجلترا كره القدم فيها طبعا هي لعبة شعبية ورئيسية. لكن في أمريكا هم الفوتبول بالنسبة لهم هي الأمريكان فوتبول، هم بيقولوا عليها فوتبول أو البيسبول. لا مش بيسبول، طبعا البيسبول وفي مناطق الشمال هم فعلا عندهم حق رياضتهم مفضلة بترتيب تاني خالص. فالفكرة إن حتى لو احنا لاحظنا هنا في الأفلام العالمية الطريقة اللي بيستغلوا بيها لعبة كرة القدم بيحولوها للفوتبول. يعني لما نشوف فيلم ذا لونجست يارد، احنا عندنا هنا فيلم في مصر، فيلم كابتن مصر اللي عمله محمد عادل إمام. الفيلم ده مستوحى من فيلم بيتكرر انتاجه كتير جدا في السينما العالميه، بدا في السبعينات ده لونجست يارد ده كره قدم امريكيه، اتحول في انجلترا لفيلم كره قدم. يعني هو اتنقل من فوتبول امريكان فوتبول طبقا لثقافتهم هم بقى طبقا لثقافتهم. ولما جه عندنا هنا جه طبعا كره قدم. لكن حتى لما اتعاد في امريكا ما عادهوش بشكل كره قدم العاديه، امريكوها يعني يعني هي الفكره طول الوقت هم بيحافظوا على شعبيه اللعب عندهم، وبالتالي الافلام اللي حتى اللي بتعتمد على السكر حسب نقوم اللي هي الكره بتاعتنا المعتاده دي بتبقى اقل في الشهره. يعني فيلم شي زمان ده فيلم نقدر نقول ان هو انتاج متوسط وما حققش شهره عالميه كبيره جدا، يعني هو نقدر نقول انتاج يعني شويه ايه ضيق، فيلم رومانسي خفيف لايت مستوحى من مسرحيه شكسبير بالظبط، مستوحى من مسرحيات شكسبير، ما حققش الانتشار الكبير اللي بتحققه الافلام اللي بتتكلم على كره القدم الامريكيه اللي بيقدمها مثلا اصلا بينه وبين ايه علاقه شكسبير بكره القدم؟ لا هم واخدين التيمه الدراميه بس. ده تقريبا فيلم شيز زمان، هي بنت بتحب تلعب كوره واتنكرت ان هي بالزبط. ولد عشان تقدر تلعب كوره. فكره التيمه، لان حضرتك عارف ان شكسبير دايما
التحكيمات الدراميه كلها بتصب في مسرحيات شكسبير يعني بالاساس. هو واحد مسابش حاجه منه بالظبط مسابش حاجه. ففي الفكره هنا ان لما بنشوف اللعبه بتاعه تغير الجنسانيه او ان حد يلبس راجل او ست دي طالعه من المسرحيه دي تحديدا. جميل احنا سعدنا بوجودك معانا جدا موضوع لطيف وبقى الطف بوجودك معانا استاذ رامي شرفتنا ونورتنا. ميرسي فكره جميله وان شاء الله تبقى معانا تاني أكيد يعني طبعا. ملفات كتير احاول اقوي ثقافتي الكرويه شويه. طب المره الجايه بقى هسالك بجد. حاضر خلاص. حاضر. طيب.